إذن كما سبق وأن ذكرت سيكون القسم الأول حول الحضارة الأندلسية، تاريخ يمد بالجذور كي يصل إلى الحاضر، يسقينا من عبق التاريخ الفن والأدب والثقافة حاضرة ومتنوعة أيضا، صنع أمجاد ورواد في الفكر العربي العالمي من خلال شخصية جزائرية صنعت الحدث. العلامة الدكتور ابن أبي شنب سيكون حاضر أيضا معنا كي نناقش موضوع يهمكم أنتم جميعا الجزائريين، أصالة تاريخ وثقافة وفن. يشرف برنامج مساء الثالثة أن يستضيف كل من الأستاذ شكيب بن حفري، أستاذ في التاريخ العثماني، مرحبا بك أستاذ. إلى جانبه أيضا الدكتور سعدان بن بابا علي، محاضر أستاذ بجامعة السوربون بفرنسا، أهلا بكم سيد. شكرا شكرا. إذن اليوم دكتور سعدان، كان ذكر دكتور شكيب أستاذ شكيب أنه هجرة الأندلسيين إلى الجزائر بمعنى أنه كانت تعتبر مأساة للأندلسيين، لكنها تعتبر إضافة ثقافية، إضافة فنية أدبية اجتماعية تاريخية لدول المغرب العربي بالخصوص الجزائر. لو نتحدث عن تأثير الدولة الأندلسية على الواقع المعاش بالجزائر إبان العهد العثماني من ناحية الأدبية والفنية وما شابه. صديقي شكيب أتكلم عن المرحلة الأخيرة لتاريخ هذا التاريخ العظيم من مجيد للأندلسيين. أنا اختصاصي هو المرحلة الأولى، يعني من دخول الأندلس، من افتتاح الأندلس في 711 ميلادي إلى نهاية مملكة غرناطة في 1400، يعني إلى الهجرة، إلى الهجرة. وعلى ذلك احنا لقائنا كان متكامل من أول مرة تلاقينا، أنه أنا نبدأ وهو يكمل، واليوم هو كمل وأنا نبدأ. طيب إذا نعود لك صياغة السؤال ربما كي نشد الرحال ونعود ونرحل إلى بلاد الأندلس، هذا ما أردت أستاذ. أيوه. إذا زرياب انتقل من بغداد، شد الرحال إلى الأندلس، احتك بالحضارة الأندلسية القائمة آنذاك، من معمار، من ثقافة، من حضارة اجتماعية، والتي أدت بالتأثير على الثقافة والفن الأندلسي، مما جعل نشأة الموسيقى الأندلسية ككل. طيب تحدث، ننطلق من هذا الواقع، يعني بأن من عدد الأمور، من عدد يعني التراث اللي وصلنا هنا للجزائر، الموسيقى الأندلسية هذا يعني تراث عظيم. وطبعا هذا الموسيقى الأندلسية تنتمي ولو بصفة أسطورية إلى هذا الشخص العظيم الذي يسمى بزرياب. إذن ولكن هناك ربما نعطي فكرة خاصة فيما يخص هذا الميدان. احنا كنا نقول بأن الموسيقى الأندلسية أصلها هو نظام الموسيقي الذي قام بتكوينه وقام بتأسيسه وإقامته هذا زرياب. في الواقع أنا عندي شك كبير بأن ما وصلنا من الموسيقى الأندلسية قد أنشئ في القرن نهاية القرن العاشر أو بداية القرن الحادي عشر. لماذا؟ لأن الفن الأندلسي طبعا يتكون من ألحان، من نغمات، ومن كلمات، ومن أشعار. وإحنا نعرف بأن التراث الأندلسي الموسيقي ما يستخدم إلا نوع معين من الشعر، وهو الموشحات والأسجال. والموشحات والأسجال هذه اخترعت في الأندلس نهاية القرن العاشر أو بداية القرن الحادي عشر. فكيف يمكن لنظام بدأ في وقت زرياب، يعني القرن التاسع عشر، وزرياب وصل للأندلس 822، وكان آنذاك يستخدم القصيدة العمودية القديمة التي يعرفها كل صحيح. إنسان، البيت في مصراعين، يعني صدر وعجوز وقافية واحدة. إذن كان كل مغني في ذاك الوقت، يعني يستخدم كل مطرب يستخدم القصيدة العمودية على غرار المشرق العربي، على غرار المشرق العربي. في القرن الحادي عشر كيف يمكن أن تتغير، يعني يتغير المحتوى، المضمون، البنية هذه بصفة يعني جذرية. اليوم ما فيش يعني النوبات الجزائرية كاملة 95% ولا 99% منها كلها ما تغني إلا موشحات وأسجال. وين راحت؟ فين مشات تلك القصائد العمودية؟ شك كبير أن النظام الموسيقي لزرياب ما عرفناش فين مشاه، ولكن احنا متأكدين بأن الموشح انزاد معه وظهر معه نظام موسيقي ربما ينتمي
لمفكر وموسيقار عظيم وهو ابن باجة، مش وحده ولكن ربما كان معاه موسيقيين آخر. الذي نقل الفن الأندلسي إلى المغرب العربي. وإحنا هذا الفن بدأ يوصل لنا للمغرب من طبعا هذا عنده علاقة بطرد الأندلسيين أو بفقد الجانب الشمال الأندلس عندما بدأت هذه ما يسمى لا ريكونكويستا، يعني إعادة التحرير إسبانيا. إذن شو نقولوا بأن اليوم احنا بين يدينا تراث عظيم وهو الموسيقى الأندلسية، ويلزمنا نقوله بأن رغم أن هذه الأسئلة ما زالت مطروحة، الشيء المهم هو أن في الجزائر من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها هناك عدد يعني مدهش من الجمعيات الأندلسية التي تمارس هذا الفن. هنا في الجزائر العاصمة عدت يعني فيها السندوسية، فيها الجزيرة، فيها وهذا كل يعني حتى الطبوع تتنوع بتنوع المناطق، والمالوف يعني في الشرق في الجزائر، والمدرسة مدرسة الليمسان مع أحباب الشيخ العربي بن صاري، مع نسيم الأندلس، مع كذا. إذن هذا التراث موجود، واليوم الجزائر تقدر تفتخر وتقول بأن الجزائريين الحاضرين هذا التراث اللي جاء بين يديهم ما ماتش، وهذا بفضل طبعا أيضا بفضل اللي علموهم، بفضل الإخوة فخارجي، بفضل أحمد سري، بفضل خزناجي، بفضل هذا اللي علموا الأجيال اللي راه يذوقوا، بفضل اللي يعني الشيخ بن كريزي في مثلا في مستغانم، وجماعة هذو اللي هما أحفاد الشيخ العربي بن صاري، وجماعة اللي هما في عنابة وفي قسنطينة. رانا اليوم نقدروا نفتخروا بأن هذا التراث ما ضاعش، ولازم هنايا طبعا هنايا نخبطوا على باب الحكومة وعلى باب وزارة الثقافة ونقول لهم، وهي عاملة مجهود يعني في الفيستيفال هذاك وكذا، ولكن يهتموا بالجمعيات، لأن الجمعيات هي الجانب الحيوي لهذه الموسيقى، لتفعيل هذا الفن وهذه الثقافة. راح نشوف مع بعض ورقة حول نفس الموضوع من إمضاء زميلتنا وداد رواب، انتبهوا وراجعين، بقوا معنا. الموسيقى الأندلسية هي الموسيقى الكلاسيكية بالمغرب العربي، وتعتبر تلمسان المحطة الأولى للحضارة الأندلسية بالمغرب العربي. ترتكز الموسيقى الأندلسية على مكونات أساسية وهي الأشعار والمشحات والأسجال مع إضافات لحنية جمعت بينها دائرة النغم والإيقاع، وتعتبر النوبة أهم قالب للموسيقى الأندلسية. ازدهرت الموسيقى الأندلسية منذ مجيء زرياب إلى الأندلس ليقدم النماذج الحضارية، بعضها يمس الموسيقى والغناء في عهد كانت فيه الأندلس ذات طابع عربي، أين كان الخلفاء الأمويون يستدعون العلماء والأدباء والشعراء، وأصبح الأدب الأندلسي ركيزة أساسية تستند عليه الموسيقى الأندلسية إلى أن استقرت هذه الأخيرة ببلاد المغرب العربي. إلى أن استقرت ببلاد المغرب العربي. إذا كنت تسمح شكيب. نعم تفضل. حبيت على هذه قضية طرد الأندلسيين من الأندلس ووجودهم بعاد على الوطن الأم، في تعرف على هذا الحنين نجده في هذه الأشعار اللي تتغنى اليوم، مثلا هذه تاع يا أسفي، يا أسفي على ما مضى، على زمان قضى، أيام الزهو والرضا، عدينا عشية، يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا عليا، عدينا ليالي ملاح في غرناطة بلاد الانشراح، ثم لقيت الملاح تهو عليا، يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا عليا. وفي شعر آخر معروف أيضا، شوف يعني كانوا هنا عايشين في المغرب وباقيين ينتظروا الحنين هذاك، يعني حتى منين كتجي يعني كتجي النسمة من 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 ديار الأندلس، كانوا يغنيوا من تلك الديار شممت نفحة، من رقة نفوسنا مالت العمايم من فوق رؤوسنا، فقلت يا كرام ما هذه النفحة واختيار جلوسنا، واشتقنا لحضرة أندلسنا. يا
يعني شيء رائع. هذا شيء عظيم جميل. ويتغنى به اليوم، ويعني هذا الشعر دليل بأن هاد الأندلسيين المطرودين باقيين، يعني قلبهم يعني مرتبط بالوطن الأم. دكتور سعدان، بما أنه الإسلام أو الحضارة الإسلامية أثرت على أوروبا، أخرجتها من الجاهلية من الظلام، أدخلتها إلى النور الثقافي الفني العمراني من خلال الحضارة الأندلسية، لكن لما لا نجد هذا الفن الأصيل الفن الأندلسي بباقي الدول الإسلامية مثل المشرق العربي؟ لماذا تمركز بدول المغرب العربي؟ ما نقدرش نقولوا باللي الحضارة الأندلسية والحضارة العربية خرجت أوروبا من الظلام، نقولوا من الضباب يعني شوية شوية باش من خرجتها شوية من الضباب افكتيفون، لأن لا رينيسانس. لكن كان هناك عصر انحطاط في أوروبا أثناء الفترة. لا كانت في على كل حال الأندلسية. لا ما نجموش نقولوا، لأن في القرن الثاني عشر مثلا والثالث عشر كانت حضارة ما يسمى بالتروبادور، يعني من الناحية الشعرية طبعا عندهم علاقة مع الموشح والزجل وكذا، وتعرف التاريخ بعض في بعض الأحيان يجهل نور بعض المراحل علاش، لأسباب سياسية وكذا، ولكن هذا حقيقي، وكل مؤرخ اللي هو موضوعي عارف باللي أن الرينيسانس يعني هذا الانتعاش الجديد الحضاري الذي وقع في أوروبا طبعا كان له أصل عند الأندلسيين، وكانوا شعراء الشمال يهبطوا عند في الأندلس يتعلموا عليهم إلى ستخوف ما يسمى بالبيت، بيت الموشح، يعني مش بيت القصيدة العمودية، جاية من الأندلس، ما اقترحها لا اللاتينيين لا اقترحها اللاتينيون ولا اليونانيون قبلهم. صحيح أيضا أن الفكر الأندلسي يعني فكر دنيوي وفكر سماوي وروحاني جاي من الأندلس، وخاصة طبعا من واحد من العلامة الكبير من الشيخ الأكبر ابن عربي، ومن قبله من أبو الحسن الشوشتاري وسيدي بومدين إلى آخره، وهذا تحول إلى ما نعرفه من فكر صوفي، إذا قلنا فكر روحاني أوروبي عند سان تيريز دافيلا أو سان جان دو لاكوا أو ما أتى بعد ذلك من هذا الفكر. كما نرى مثلا بأن النظرية الحديثة الخاصة بالعشق والعلاقة بين الرجل والمرأة، اللي هي علاقة مساواة من ناحية وعلاقة احترام وخضوع العاشق للمعشوقة، جاية من الأندلس، وهذا يظهر في الكتاب المعروف طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي، وكان أول كتاب اللي درس العلاقات الموجودة بين الرجال والنساء، وبين بأن الأندلسيين كانوا عايشين فترة يعني سبقت الحضارات الأخرى يعني بصفة عجيبة، والتروبادور أخذوا هذه الفكرة، وكان التروبادور يعني يخضع لسيدته كما كان يخضع العاشق الأندلسي لسيدته، وكان يقول في هذه الأشعار بتاع الأندلسية: يا سيدتي يا سلطاني افعل ما تشاء. شايف يعني هذه فكرة جديدة جت عند الأندلسيين. أما فيما يخص الموسيقى، هذا شيء ظاهر بأن الفن الأندلسي مكث تمركز وبقى هنا في المغرب. منين؟ بقى من طنجة حتى لطرابلس في ليبيا، ومن هيه من الحدود المصرية. يسمونه أيضا بالموشح، يسمونه بالموشح نظام قائم على المقام الشرقي مش على نظام الطبوع، وإذا يعني كاين اون فرونتيير تفرق ما بين المشرق والمغرب على أساس موسيقي. كاين الناس يقول لك يعني واش هو منين الحدود، وين الحدود بيننا وبين إخواننا العرب، على احنا كنا إخوان، لكن في حدود ثقافية، كاين حدود اللي يعرفوا الأندلس منا واللي ما عرفوش ماشي منا، والأخرين اللي ماشي منا أخواتنا، ولكن احنا نقولوا بأن احنا عندنا هذا التراث، وهما معجبون كثيرا بهذا التراث الأندلسي. وإحنا هذا التراث الأندلسي ظهر لعنا بأن أجيال من الشيوخ وصلته حتى لنا، ونلزمش نستناه. هذا ما جاد به التاريخ. أيوة. كي يمدنا بالثقافة والفن الأصيل والأدب أيضا، صنع أمجادا، صنع مفكرين. نتحدث الآن عن شخصية بارزة في عالم الأدب، عالم الفكر العربي الإسلامي حتى اللي وصل إلى الأوروبية أو العالمية، هو الأديب المفكر ابن أبي شنب.
نتحدث عن أول شخص يعني ربما تحصل على شهادة دكتوراه أثناء الفترة الاستعمارية. أول جزائري. أول جزائري. أول جزائري اللي حصل على شهادة الدكتوراه في 1926، وكان أول أستاذ جزائري كانت له في يعني كان في الأدب العربي، وكان مترجم، وكان إنسان مهتم بالتراث الشعبي، وكان لي يعني حظ كبير أن جامعة المندية استدعتني لملتقى في المندية، لأنه هو مولود بالمندية، وأنا أفتخر لأني مولود على واحد 700 ولا 800 متر من المكان، وقريت في ثانوية بلشنب، كانت تسمى بلشنب، وعندما قمت بالأطروحة نتاعي الخاصة بالموشحات والأسجال في الموسوعة الإسلامية لانسيكلوبيدي الإسلام، المقال الخاص اللي المقال حول الموشح كتبه محمد بن شنب، كان هذا يعني هذا وش كتب حول الموشح؟ اكتب هو المقال اللي فهم يعني أعطاه النقاط العريضة والأفكار العريضة الخاصة بالموشح. وش قال؟ جاء بما أتى به ابن سناء الملك في القرن 13، وقال باللي شعر جديد التولد في الأندلس ما خلقوه ولا نشأوه ولا المشارقة وإنما الأندلسيين. وش قال؟ هذا الشعر جاء بنظام جديد، أنه أكثر من القوافي وأكثر من البحور في نفس القصيدة، وتسمى بالموشح لأنه مزين، موشح يعني مزين. وجاب شيء جديد، أنه في البيت الأخير ويسمى بالقفل الأخير ويسمى بالخرجة، الأندلسيون كانوا أهل اندماج، يعني كانوا مختلطين، عرب طبعا عرب و و و و وبربر وسمى يعني أمازيغيين اللي هما جايين من المغرب، وإسبان نقولوا أغاب إباغي بربر. هذو ثلاثة كانوا موجودين، علاش كانوا موجودين؟ يعني كشعوب اللي هي مندمجة مع بعضها. في الموشح الأندلسي كان البيت الأخير يخلطوا فيه ما بين الفصحى والدارجة واللغة الإسبانية، والموشحون اليهود كانوا يكتبون بالعبرية موشحات بالعبرية ويكملوها بالبيت الأخير والقفل الأخير الذي يسمى بالخرجة بكلمات باللغة العربية. وإحنا إذن بفضل الموشح عندنا شيء عظيم. بفضل الموشح الإسبان الذين يجهلون ما كانت عليه اللغة الإسبانية آنذاك، ما يعرفون ذلك إلا بالأبيات الأخيرة الموجودة في الموشحات العربية الأندلسية اللي هي الخرجة. اللي هي الخرجة. إلى فرنسا، أهلا بكم سيد. شكرا شكرا.